إذاعة سلطنة عمان تقدم. وصار العالم كله يشتكي من ارتفاع في ضغط الدم. إيش هو هذا ضغط الدم؟ وإيش الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؟ 75 مليون في دولة واحدة. تخيلي دكتورة، وهذه الإحصاءات تقريبا من 2010. كيف ما هي النصائح الدكتور اللي ينصح فيها الأسر اللي تعاني؟ 5 موزات في اليوم، هذه ممكن بإذنه تعالى تساعد على أمور كثيرة، يعني من ناحية فلأنه ما يقدر يتعامل مع السكر، ما يقدر يستخدم السكر، السكر يبدأ يتراكم في الدم. 6.7 ممتاز أخويا الكريم، 6.7 ممتاز، لكن لو نزل أقل من 3.5 تكمن الخطورة. صحتنا برنامج أسبوعي يدعوكم للتعرف على زوايا صحية والوقوف عليها والوقاية من أضرارها. صحتنا، صحتنا يصحبكم فيها إعدادا وتقديما الدكتورة فنة بنت عبد الله العريمية، والمخرج مانع الفارسي. صحتنا، صحتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين، حياكم الله عز وجل معنا، وأهلا ومرحبا فيكم وحلقة جديدة بإذنه تعالى وبرنامجكم صحتنا. أخواني وأخواتي، الطبيب المتميز في الأمراض الوراثية اليوم احنا مسكناه وجبناه بإذن الله. خلال هذه الساعة سيكون معنا الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، رئيس الاستشارات الوراثية والتعليم الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية التابع لوزارة الصحة. اخواني واخواتي، اليوم مع ضيفي الدكتور مسلم ما شاء الله، وبتخصص الجميل هذا سنناقش أمراض الدم الوراثية. كثير ناس بتسألني بتقولي دكتور على طول دخلتينا بأمراض الدم الوراثية، احنا كنا بالضغط، كنا بالسكري. بقولكم كذلك، هذه من الأمراض المزمنة سبحان الله ينولد فيها الإنسان، وقد سبحان الله لا يكون له يعني دور في إصابته فيها سبحان الله، وقد يكون يعني وقد تكون هنالك فرص من الوقاية من الإصابة بها سبحان الله. لذلك وجب أن احنا نخليها من المرضات التي لها الأولوية في المناقشة. إخواني وأخواتي، موضوعنا بإذنه تعالى أمراض الدم الوراثية بشكل عام وبأنواعها، وضيفي الكريم حياك الله أخوي دكتور مسلم. حياك الله أختي الدكتورة فنة، أحب أمسي عليك ومسي على السادة المستمعين، وإن شاء الله تكون حلقتنا اليوم مفيدة. رح نحاول بإذن الله نتعرض لكل ما يتعلق بأمراض الدم الوراثية من أولها إن شاء الله إلى العلاجات المتوفرة. الله يرضى عنك أخوي الكريم، وجهودكم واضحة في هذا المجال. أخواني وأخواتي، فاصل ونعود بإذن الله. للتواصل مع برنامج صحتنا، الاتصال على هاتف رقم 24640234. 24640234 أو 24640233. 24640233. حياكم الله عز وجل أخواني وأخواتي، ونبدأ بإذنه تعالى مناقشة أمراض الدم الوراثية. أمراض الدم، يا الله يا الله يا الله، نتكلم عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة موضوع يحتاج إلى أكثر من حلقة وأكثر من موقع الحديث عنه، باعتباره مشكلة كبيرة حقيقة في المجتمع وجميع البرامج مسلطة عليه. خلينا بداية أقدم أو تعريف مبسط لأمراض الدم الوراثية. هي ظواهر مرضية وراثية تتعلق بعمل وإنتاج الهيموغلوبين ومادة الهيموغلوبين، وهذا الخلل قد يكون خلل كمي أي في كمية السلاسل المطلوبة، أو خلل نوعي في نوعية السلاسل المطلوبة.
مما يؤدي إلى ضعف في عمل الهيموغلوبين الذي منوط به أولا وأخيرا هو نقل الأكسجين لشكل الطاقة لوظائف خلايا الجسم كلها. طبعا أمراض الدم الوراثية ليست مشكلة فقط في المجتمع عندنا بل مشكلة عالمية وتشكل نسبة كبيرة على مستوى العالم. رح نطرق إن شاء الله للإحصائيات. أهم الأنواع اللي نتكلم عنها اللي إحنا يعني مسلطين الضوء عليها هي مرض الأنيميا المنجلية ومرض الثلاسيميا. طبعا في مرض آخر اللي هو مرض نقص الخميرة يعني رح نحطه في آخر شيء رح نتكلم عليه بتفصيل شوية أدق بإذن الله. مرض الأنيميا المنجلية هو المثال المهم والأكبر في اللي قلت عليه اللي هو الخلل النوعي، بمعنى يحدث تغير في تكوين الهيموغلوبين فيحول من الهيموغلوبين الطبيعي إلى هيموغلوبين غير طبيعي وبالتالي الوظيفة تكون ملغاة. المرض الثاني اللي هو مرض الثلاسيميا، طبعا احنا نركز أكثر شيء على مرض البيتا ثلاسيميا ولو إن نسبة الألفا ثلاسيميا هي الأعم والأشمل في العالم كله وتحتاج إلى انتباه أكثر نتيجة للتقدم التقني في مجال التشخيص الوراثي أدى إلى ظهور الألفا ثلاسيميا النوع الثاني اللي كان مهمل حقيقة وباعتباره يعني ما يشكل مشكلة مرضية تحتاج إلى انتباهها. لا، اتضح بتداخله مع أنواع ثانية من الهيموغلوبين ممكن يشكل مشكلة أخرى. فالبيتا ثلاسيميا والألفا ثلاسيميا متعلقة بكمية إنتاج سلاسل البيتا. بفقد البيتا فيحدث مرض البيتا ثلاسيميا وبفقد الألفا يحدث مرض الألفا ثلاسيميا. لو تكلمنا عن واقع الإحصائي في 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 عمان، إحنا عندنا 10% من العمانيين يحملون جينات هذه الأمراض. وكل سنة أو من 10% نسبة عالية. نعم، ومن كل 1000 ولادة حية هناك 3.5 إلى 4.7 ولد طفل مصاب بهذه المشكلة، وهو نفس محلياً. نعم، وهو نفس الفقرة والرقم أذاعت WHO. نعم، يصل إلى 5%. سبحان الله، العالم قرية واحدة. بالفعل ما حد يقول هذا منتشر في دولة فلانة بعيد عنا ما بتصيبنا عاداتهم تقاليدهم. سبحان الله. لا، لأن القصة في 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 نشوء الخلل اللي أدى إلى إنتاج هذه الأمراض هي واحدة. الله أكبر. بداية كان لحماية الجيل البشري أو حماية الجيل البشري من مرض الملاريا. مرض الملاريا في فترة من فترات انتشر وأصبح مرض قاتل وبالتالي كان لا يوجد لأي تعامل. يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى تمت إحداث هذه التغييرات في سلاسل الهيموغلوبين لخلق حامل لهيموغلوبين لا تعيش فيه طفيل الملاريا وبالتالي ينجو الإنسان. ونتيجة إن حامل وبالتالي انتقلت من جيل لآخر نتيجة التزاوج. نعم، بارك الله فيك، كلام جميل أخويا دكتور مسلم. نبدأ نفصفصهم مش أحسن بإذن الله عز وجل، ونفرد المجال للمرضات أمراض الدم الوراثية اللي إحنا هنا بالسلطنة يعني تظهر معنا. مثل ما قلنا العالم قرية واحدة، ما في شيء هنا وما موجود برا أو موجود برا موجود، كله موجود، لكن أكثرها بحكم أنت تعاملك اليومي في هذا المجال بحكم الشغل اللي تشتغل أخوي الكريم. ناخذ بإذنه تعالى الأنيميا الدم المنجلية. نعم، حقيقة هي الأشمل والأكثر يعني نقدر نقول إن لو قسمناها 100% 70% أنيميا منجلية. أي بالضبط، أو سيكل سيل ديزيز. هي يعني من الاسم نفسه، الخلية الحمراء الكروية هذه تتحول إلى شكل يشبه الهلالي أو المنجلي وتزداد لزوجة هذه الخلية، وبالتالي عندما تمر بالأفرع الصغيرة من الشرايين لا تستطيع أن تمر فتحدث نوبات ألم متكررة وتخلق واقع لنمو البكتيريا، وفي بكتيريا معينة لذلك دخل نوع من الفاكسين أو المصل لحماية الطفل المصاب. طيب إيش اللي يحصل؟ اللي يحصل هو تغير فقط قاعدة أمينية واحدة في سلسلة أدت إلى إنتاج حمض أميني آخر، يعني فالين حل محل الجلوتامين في موقع رقم 6. وطبعا هذه التقنيات الحديثة والاكتشافات ساعدتنا في هذا الشيء، وبالتالي خلق نوع من الجلوبين لا يقوم بالفعالية وأدى إلى اختلاف. سبحان الله، الصورة يعني كاملة الله اختلفت. ناخذ المكالمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام أختي الكريمة. الله الحمد لله بخير، الله يسلمك ويعافيك ان شاء الله. كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيبه، حياك الله. اللهم امين اجمعين، اللهم امين. دكتوره بسالك، يعني انا من يوم صغيره يعني كل معي فولان يعني يستوي لي الام في الجسم. شافك الله عز وجل. ما اكتشفت يعني ان عندي انيميا المنجلية، ويعني بس يعني كل ما يكبر في عمري يعني يزيد هذا الألم. الصولان حبيبتي. أيوة الصولان. وبعدين يعني رحت مستشفى الجامعة. كان عندي عملية مال الغدة وقال الدكتور يعني إن عندك أنت أنيميا المنجلية. وأنا ما أعرف يعني إن عندي. الحمد لله. سبحان الله. يمكن حاملة يعني... أختي الكريمة، يمكن حاملة سبحان الله، مش مصابة. يعني مصابة. يعني الحين اكتشفت. الله أكبر. كم عمرك يا أختي الكريمة؟
الحين عمري 43 سنة. شفاك وعافاك رب العالمين بإذن الله. كله يعني طولان يعني أحس بعد بالليل يعني من أي أنام بس في البرد يعني كنت أصاول في البرد يعني يجيني آلام شديدة وحتى ما يجيني نوم يستوي لي بكة على صدري وأحس بالتعب وأحس يعني كأني مشلل جسمي ما أقدر أمشي يعني تقولي مثل يعني أحيانا كنت تحسي دمي يتنمل يستوي مثل شفاك رب العالمين أختي الكريمة بإذنه تعالى. وأحس يعني كله يعني تعبان ويمسكني دوار يعني يوم الحين كله سقاية وبرة والحين ما يخفف الآلام إلا سقاية وبرة سبحان الله. الحين يعني يوم أروح المركز الصحي يعني الدكتورة تقول أنا بعرفك يعني مركز الصحي يعني إنك أنت حاملة والله مصابة. رحت مستشفي في البحرية وسووا لي قلت بفحوصات من جديد يعني أبغى أعرف إيش دمي يعني حاملة أو مصابة متاهة يعني مع هذه الآلام. تمام أختي الكريمة. سووا لي فحوصات طلع يعني عندي أنيميا المنجلية مصابة لكن دمي زين يعني نسبة الحين دكتورة مستغربة الحمد لله يعني في المركز الصحي معنا تقول يعني أنت كانت نومي كان أنت يعني نقص دمك يعني سبحان الله دمي ما ينقص الحمد لله يعني سبحان الله كان يعني كان ينزل لين 9 أكثر 10 لكن يعني الحمد لله رب العالمين يعني ما ينزل دمي يعني مستمر على أكل الصحي الله دمي زين الحمد لله رب العالمين بس هيش يعني عندي هذه الآلام الصولان يعني أكثر تزيد الصولان أكثر تزيد ومن أدان الليل ومن أدان البرد ما أقدر أطلع الله يرضى عنك ويشافيك يعني ويعافيك فهمتك حبيبتي الآلام حتى ما أقدر أتنفس حتى يسوي لي أكسجين فهمتك يا الغالية وتحسي آلام سبحان الله وبديتي لازم أن يكون فجأة يعني مثلا أنا بخير فهمتك. حتى يعني أستغرب من يعني الناس بيقولوا لي يعني إن أنا عيارة يعني ما إن يعني مريضة أنا يعني سبحان الله بس كذي فجأة يعني وقتها الحين من كبرت إن شاء الله أختي الكريمة شافك عندي أخت بس يعني من الزوجة وحملت قالوا أنت حاملة حاملة سبحان الله يعني مصابة. مصابة حبيبتي وأنت متزوجة الحمد لله والشكر معك أولاد لا لا ما عندي أولاد الحمد لله حبيبتي الحمد لله الحمد لله, لله إذا حبيبتي لكن يعني هذه الآلام أنا بعرفة يعني تمام. من صغيرة ما حد اكتشف فيه يعني كنت عالج من سنة 90 بس يقولوا لي عندك أنيميا بس ما أعرف أنيميا سبحان هي. الله شافاك وعافاك رب العالمين أختي الكريمة وأنا سعيدة سمعت صوتك اللهم آمين وإحنا نتمنى منك بإذن الله تستمعين لنهاية الحلقة وإن شاء الله أختي دائما نستمع وحاول أفضل ومستوى مع الأمراض بس سبحان الله يقولوا هذه وراثة بس أنا ما أعرف يعني الله يرضى عنك والله أني دائما كثير كثير ناس يشوفوني في كل مكان إحنا دكتور نبي نتواصل والله أني ما مانع لكن هو مسألة أن نعطي تعرفي سبحان نعطي سبحان الله أنا اكتشفوني يعني في مستشفى الجامعة ومستشفى العسكري سبحان يعني الله كنت يعني رايحة أسوي عملية مع الغدة غدة الدرقية وقال لي أنت عندك أنيميا المنقلية وأنا عندي حرمة أخو فيها نفس يعني أنيميا المنقلية بس يوم أشوفه كيف تألم وكذي أنا أقولها نفس تقرب لكم تقرب لكم حرمة أخوك لا ما تقرب سبحان الله غريبة عنه يلا الحمد لله صنعوه من خير إن شاء الله وكنا واحد الله يرضى عنك شفاك وعافي الله يعني مصر. يوم شفتك تألم يعني يوم تحمل يسوون استغربتي ويوم قصدا هو الله ما صلي على سيدنا محمد الحمد لله ما تنوم الحمد لله حبيبتي الحمد لله بعرف يعني إن شاء الله من عيوننا والحمد لله الحمد واجب الحمد واجب بعرف يعني الدكتور جاوبنا على هالسؤال إن شاء الله من عيوني الحين والله بس أخلص المكالمات وعلى طول ننزل على سؤالك ومشكور بارك الله فيك ومشافايا بإذنه تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما في خلاص أوكي استعذروني يمكن تأخرت كذلك بالرد نأخذ المكالمة نعم من المستحيل التاريخ المرضي من المستحيل لأن عادة يعني بعد انتهاء ما يسمى بالهيموغلوبين الجنين تبدأ اعتماد الجسم على الهيموغلوبين هذا بعد 6 شهور بالضبط من الولادة وأول عرض يكون عادة هو انتفاخ في الظهر اليدين نتيجة الانسداد اللي يحصل لكن طبعا هذه مش حالة نادرة اللي تكلمت عنها في حالات كثيرة كذا يكون معهم عارض واحد وليس من الشدة في شيء وهذا بسبب تواجد هيموغلوبين الجنين يستمر معهم بنسبة أكبر وطبعا هيموغلوبين الجنين راح يرفع من هذا الشيء ويقلل من حدة الأزمات المعروفة عن الأنيميا المنقلية فعشان كده لما يفحصوا عليه حصلوا معها بنسبة كبيرة قد تكون حاملة الليس أو السكل كمية لكن وجود الHBF نفسه راح يخفض العراض. من حدة الأعراض الحمد لله وهذا بالفعل لكن سؤالها عن موضوع الصولان طبعا هي طالما عندها أعراض يجب أن تبدأ في موضوع العلاج وطالما اكتشفوا هذا الشيء عندها في برنامج علاجي
متكامل ممكن يعطوه إياه، نصيحة بالإكثار من السوائل، وفي حالة عدم التعرض للبرد أو حين إصابته بأي مشكلة مرضية يجب أن تكون توجه المستشفى اللي يعطاها الأدوية اللازمة، أو حتى قد تحتاج إلى بينكلرز أو وهي أدوية مضادة للألم. هي الله يرضى عنها. يمكن نعيد مرة ثانية التاريخ المرضي لأختنا الكريمة المتصلة، قالت إنه عمرها 43 سنة. نعم. صولان معاها من صحيح. فترة طويلة أخويا يجيها مثل تشست سيندروم، مثل آلام في الصدر حادة جدا. أيه. لكن مثل ما تكرمت أنت وجود سبحان الله هيموغلوبين الإف يستمر معاهم بنسبة 20 فأكثر فيغطي على هذه. بارك أحيانا بارك. نستخدمها حتى في لما يعطي الهيدروكسيوريا كعلاج للمصابين الهدف منه هو رفع الـ HPF على أساس يخف من حدة الأزمات. بارك الله فيك. وبعدين في شيء الله يرضى عنك أخوي الكريم، الـ بدأت الأخت تدخل في الكرايسيس، يعني قالت الحين صار أحتاج أن يحطوا لي سقايات وخافضات للألم، شفاها وعافاها رب العالمين، نصيحتك كثير ثمينة. بس مهم جدا طالما بدأ هذا الشيء الحين يجب أن تتوجه مع كل أفراد العائلة لإجراء الفحص. الهدف الحين إحنا يعني لن يوجد حل إلا بالحد من تنامي هذه المشكلة، وبالتالي معرفة الشخص ما إذا كان حامل للجين نفسه أو مصاب فيه، هذا مهم جدا من أجل أن يعني ما تكثر حالات الإصابة إلا ما لها حل. تسلم أخويا الكريم دكتور مسلم. إذن بإذنه تعالى أختي الغالية في عندك شقين، بإذنه تعالى الشق العلاجي بإذن الله عز وجل إنه هو أنت الحمد لله والشكر يعني مشخصة في مؤسسة صحية معينة بإذنه تعالى، المتابعة الدائمة هذا واحد، كذلك إذا ظهرت الأعراض اللجوء للمؤسسة الصحية بإذنه تعالى لإجراء التدخلات الطبية اللازمة، جناح أو شق وقائي بإذنه تعالى مثل ما ذكرت. مشكور أخي الكريم. سوائل كثير كثير السوائل بإذن الله، وفحوصات العائلة سبحان الله، شافانا رب العالمين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ الله يسلمك. مساء الورد والياسمين، حياك الله أختي الكريمة. يا هلا بيكي. الله يسلمك. إن شاء الله. موضوع جدا رائع ومهم جدا للمستمعين، وأتمنى أسئلتي تكون ردها من الطبيب بيكون نوع من التوعية أيضا للمستمعين إن شاء الله. عندي سؤالين، يعني سؤال ثالث يعني ثاني مرتبط بسؤال آخر. سؤال الأول، ما هي التوصيات التي يوصي بها الطبيب الأمهات التي راعن أطفال مصابين بأحد أمراض الدم الوراثية؟ سؤال جميل. والسؤال الثاني، هل الفحص قبل الزواج فقط وقت الرغبة بالزواج، أم هناك يعني وقت معين يعني لإجراء الفحص؟ وين يروح الشخص اللي يرغب بفحص قبل الزواج؟ أي مكان يعني، وإيش اللي هي الإجراءات المتبعة عشان إن الشخص يروح يعمل هذا الفحص؟ تمام أختي الغالية. تسلمي. تسلمي أختي الكريمة، وإحنا نشكركم إن أنتم ما شاء الله تأخذوا شوي من وقتكم تتشاركوا. جزاك الله ألف خير وأحسنتي، وفيك بارك الله عز وجل. أحسنتي، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتورة، كيف الحال؟ الله يسلمك ويعافيك أخوي الكريم، حياك الله. والله برنامج ناجح، الله يجزيش خير إن شاء الله. وأنت كذلك بحق جاه نبي الطاهر، جزاكم الله ألف خير. تفضل أخوي الكريم. بس سؤال الله يخليش، هل ضعف العضلات يعتبر من الأمراض الوراثية؟ الله، سؤال جميل. زين أنا ما بحرق الإجابة لأن الدكتور بدأ وجهه كذا تشجع دكتور مسلم. إن شاء الله ضعف العضلات من الأمراض الوراثية أخوي الكريم، وهو بيوضح هذا الموضوع الله يرضى عنك أخوي الكريم. تسلم. عندك استشارات أخرى؟ أحسن بكثير. شكرا وبارك الله فيكم إن شاء الله. السلام عليكم. تمام، ندخل بالمتصلة الكريمة اللي ذكرت إنه مثل ما ذكرت. صحيح. وطبعا من بداية التشخيص في برنامج علاجي متكامل للأنيميا المنجلية والثلاسيميا، ونحاول من هذا البرنامج حقيقة الحفاظ على الطفل في الثلاث سنوات الأولى بالذات الثلاسيميا، عشان نكون الأزمات أقل وما يكون فيه كومبليكيشنز أو سلبيات أكبر، من أجل تجهيزه لما البي أم تي إن أمكن هذا الشيء اللي هو العلاج اللي يشيل الموضوع إن شاء الله من جذوره. لأن إذا ثلاث سنوات بي أم تي اللي هو زراعة النفاع العظم، عفوا. نعم. وبالتالي يعني إذا أهملنا في هذا الشيء وبدأت الكومبليكيشنز أو التعقيدات تزيد، راح يكون فعلا العملية يعني غير مجدية، ونحاول قدر الإمكان. وبالتالي البرنامج وهي تجربة سيئة كلها من ناحية الألم. لا، مش قصدي البي أم تي، قصدي تجربة الألم بحد ذاتها طبعاً وانعكاسها على الأم لو طفل صغير. صحيح. أهم النصائح، أولاً اتباع إرشادات الطبيب المشخص، هذا أولاً طبيب أمراض الدم حقيقة. ثاني حاجة، يعني عند حدوث أي أزمة معينة مثلاً حمى شديدة أو مثلاً برد شديد أو أي أزمة معينة وبداية مؤشرات الألم تبدأ تظهر، يجب التوجه أولاً إلى
المستشفى من أجل أخذ الأدوية اللي بتحمي من التطورات السلبية. في جزء مهم أخذ التطعيمات المناسبة. حالة تشخيص الطفل إن عنده الأنيميا المنجلية هناك تطعيم نيموكوك الفاكسين غير أدوية غير الشراب البنسلين وهذا نيموكوك الفاكسين لأن هم معرضين للستريبكوك النيمونيا. هذه بكتيريا معروفة وهذه لها سلبيات جدا شديدة. يعني حقيقة نسب الوفاة في أقل من 5 سنوات للأطفال المصابين اللي ما أخذوا هذا الشيء كبيرة جدا. أي طبعا. وبالتالي مو كل موجود في الكتيبات يعني اللي هي البنكارد وغيره. أتوقع أن يجب أن الطبيب المعالج بما أن البرنامج هو برنامج وزارة الصحة متكامل فراح يتبع هذا الشيء إن شاء الله. بارك الله فيك أخي. غير البنسلين تفضلت في ذكرتي دكتورة والأدوية الأخرى المراعاة عدم تعريضه لبدايات الأزمة. طبعا هذا أول شيء. ومعظم الأنيميا المنجلية يعيشوا حياة طبيعية جدا. وكيف يمكن مراعاة يعني عدم دخولهم للكرايسيس لهذه المحنة الحادثة؟ أولا تجنب الجفاف. هذا وحدة. الجفاف جدا مهم كثير خاصة بالصيف. بالضبط. المرتفعات العالية اللي يكون فيها طبعا هي نادره بس احنا نذكرها في احد العوامل. ليه بالطيارات الله يرضى عنك يعني الاجواء تكون في داخل الطياره ربما محافظ عليها بنسبه اكسجين معينه. نتكلم عن مرتفعات الجبال. اي بالضبط. تناول السوائل وبكثره هذا الشيء برضه راح يساعدك ان السوائل راح تذيب الفيسكوستي او تلين شويه الدم الله يرضى عنك وبالتالي ما راح تزيد الازمه شيء. الالتهابات البكتيريا ايا كان موقعها يجب ان تعالج. الالتزام بالبنسلين والفيروس اللي يعطوه على اساس يحافظ على كينونه الدم نفسه. ومعظم أطفال المنجلية حقيقة يواصلوا حياتهم بشكل عادي يدخلوا المدارس يتفوقوا ويصيروا أساتذة مثل ما قلت لك. يعني سبحان الله محاور علاجية وقائية. ناخذ المكالمة وندخل على هذا لأن كثير نادي فيه ما قبل الزواج يا جماعة نفحص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضلي. مساء الورد والياسمين أختي الكريمة تفضلي حبيبتي. آمين ويعطيك بحق جهنبي الطاهر تفضلي. دكتورة حبيت أسأل أنواع فقر الدم. الله أنواع فقر الدم قصدك وراثية أو مكتسبة؟ أيوة تمام. وبعد حاب أسأل الطفل اللي في فقر الدم الخميرة تمام ليش إيش سببها؟ تمام تمام. اللي يعني يقدر يمارس مثل الأطفال ولا؟ تمام أختي الكريمة بإذن الله حاضرين إن شاء الله. تبي تستفسري عن الجي 6 بي دي بإذنه تعالى. بارك الله فيك وشكرا أختي الغالية شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مساك الله بخير يا دكتورة. مساء النور أخ حمد كيف الحال؟ الحمد لله عساكم طيبين. الحمد لله بنعمة عز وجل من الله عز وجل. وكيف أنتم إن شاء الله والأهل في ضنك؟ والله الحمد لله ينقل. بلدكم ينقل طيب إن شاء الله. الله يرضى عنك إن شاء الله أجمعين. نشكر طبعا برنامجكم هذا دائما تسلم. جميل يعني برنامجكم ونتيجة أجمل بعد طالعين. تسلم الله يخليك أخوي الغالي تسلم شكرا جزيلا حياكم. جزاك الله خير. أنا طلبت من الدكتور أول عن العضلات في يعني اللقمة. إيه؟ في بعض من يعني واحد يشتكي من عضلات يعني بعضلاته دائما وجع عنده آلام كثيرة. صولان يعني ولا إيش ولا إيه ضعف؟ نعم. هل صولان ولا يحس إنه صولان داخل اللقم. سبحان الله. زين أقول لكم على شيء ليش ما تسووا رياضة؟ أنا أحس كثير يجون المراكز الصحية أنا عندي صولان من ضمن الأسباب كمان قلة النشاط البدني. والله يصير دائما يراجع للمستشفى ويعطي ما العضلات دائما هذا بالبلد. تمام. وجزاكم الله خير على الله يوفقكم هذا جزاكم الله خير. الله يخليك اخوي حمد بس عفوا اريد استفسر عن الاخ اللي عنده مشكله الام لانه هذا تشخيص ثاني سبحان الله بعيد كثير عن موضوعنا اليوم. هو كم عمره اول شيء؟ 40 سنة. ما عنده أي مرض ضغط سكر. عنده ضغط وعنده سكر. الله وعمره 40 سنة سبحان الله. وكيف الوزن؟ نعم. وكيف وزنه؟ وزنه يمكن فوق 60 يعني مناسب الطولة بإذنه تعالى.
إن شاء الله تعالى. يلا خير إن شاء الله. بنواء تواصل معاك اليوم، وهذا بالنسبة ألام العضلات الصولان وغير هذه الأمور إن شاء الله موضوع كثير. موضوع الله يخليك إن شاء الله. الله يخليك يا دكتورة. وأنت كذلك تسلم. الله يخليك. تسلم تسلم. الله يخليك. شكرا جزيلا أخوي حمد، بارك الله فيكم. أنا على العموم بأنوه على شيء بإذن الله سبحان الله، فترات يكون الموضوع مركزين على موضوع ويتداخلوا أخوانا وأخواتنا جزاهم الله ألف خير في موضوع جميل جميل جميل، وبالفعل يثير شجون وشجون شجون هذا ألم العضلات سبحان الله كثير يشتكي منه. إيش رأيك أخوي دكتور مسلم؟ فبنخصص حلقة توقع بإذن الله الوراثي. بارك الله فيك. إحنا بناخذ الدور الوراثي اليوم معك، مثل ما سأل الأخ الكريم قبل شوي. أيوة نعم. بس هذا ضعف عضلات هو سأله هنا آلام العضلات الصولان الله يرضى عنك، يعني هذا شوية اللي بعيد شوية عن أمراض الدم الوراثية. نعم. فهذا بإذنه تعالى الحلقة الجاية إن شاء الله بتكون مخصصة عن آلام العضلات إن شاء الله. ناخذ السلام عليكم. خلاص انزين نرجع مرة ثانية موضوع الأخت الكريمة اللي تكلمت عن فحص ما قبل الزواج. أول شيء قالت هل في وقت محدد لي ولا يعني وين بالضبط وكيف بالضبط؟ هو حقيقة يعني ممكن حتى يتم الفحص عن الطفل حديث الولادة عن أمراض الدم الوراثية بعد الولادة على طول مباشرة دي زيرو بالضبط، ونتيجة السكل سل أو نانيم مجلي عادة تكون أكثر دقة من الثلاسيميا. يعني ممكن الثلاسيميا نعيدها بعد ست شهور وهكذا، بس السكل سل عادة تكون أكثر دقة. أنا فهمت النقطة هذه، وفعلا كثير من لما نلتقي بالناس برا دائما أسألتهم هذا الشيء، ربطه بالزواج ربما يحدث تعقيدات اجتماعية تؤدي إلى الابتعاد عن الفكرة نفسه. لذلك احنا راح وتعمل مشاكل الله يرضى عنك يعني حتى اجتماعية. شوف انت انعكاسها يكون سبحان الله. صحيح. الامور مشت وتخططت سبحان الله يكون. الله يرضى عنك يعني. وبالتالي احنا نحاول نشجع ان كل واحد قادر على ان يروح لاقرب يعني مجمع صحي أو مستشفى صحي يعني يسعى في هذا الشيء يعني يسعى في إجراء الفحص تجنبا للوصول لمرحلة ما يكون فيها التعقيدات الاجتماعية ربما أكثر سيطرة. وهي التجارب احنا شفناها كثير، فأنا معاها فعلا. هو القصد كلمة قبل الزواج، لأن احنا نؤمن إن بعد الزواج تبدأ مشكلة الانتقال للجينات هذه للأشخاص الحامل، ولكن الفحص ممكن يعني يجرى، بل يجب أن يجرى قبل الزواج بفترة كبيرة. ولذلك قبل الزواج لا تعني مثلا قبل القيام بإجراءات الزواج، لا، إنما العمر كله الله قبل الإقدام على مرحلة مرحلة الزواج. هذا اللي احنا نقصده، ويفضل قبل طبعا. كلام جميل والله، كلام جميل. على فكرة أنا هذه كانت طائفتني فيها فلسفة جميلة أخي دكتور مسلم، يعني ما قبل الزواج وهي العمر كله سبحان الله. أخونا المتصل الكريم ذكر كذلك من الأمراض الوراثية ضعف العضلات. نعم. هو يعني إحنا عندنا أنواع كثيرة من هذا المجال الخاص، ومعظمها تكون خلل في عمليات اليض، ومعظمها تكون جاية من الميتوكوندريا يعني اللي هي تورث الأم فقط للأبناء. أي هذه إحنا ممكن نسميها ميتونيك يعني ديستروفي أو يعني غير عن تآكل في العضلات، وإنما عدم قدرة العضلات على الميتونيا يسموها يعني عدم قدرة العضلات على القيام بوظيفتها. طبعا هذه لهم سببات كثيرة وتنحصر تحت هذا الإدراك. ما تكون عادة وحدها كذا، لا، يكون فعاها يعني زي المتلازمة كثيرة. فضعف العضلات إذا كان وراثي يكون له ظواهر أخرى ممكن تجميعها والبحث عنها. عادة تبدأ بعد فترات من العمر يعني. وبالتالي الطفل مولود حديثا لا يمكن، يعني في حالات ممكن يبان من أول ولادته طبعا، لكن في بعض الأحيان زي السباين ماسكولار أتروفي يعني هاي ممكن تبان في الولادات. الدوشيني يبدأ بعد فترة طويلة يا الله يعني. والبيكر أساسا يبدأ ب15 أيوة، هو نوع من سبحان الله. وبالتالي يعني إذن هنا في رسالة جدا إنه كذلك لابد الفحص عن هذا الموضوع جدا. وهذا الشيء يعني إحنا يعني توفر الخاص بضعف العضلات الجيني توفر يأتي بعد توفر أساليب فحص أمراض الدم الوراثية. وبالتالي هو متوفر إن شاء الله. لكن أول شيء يجب تقييم الحالة، رسم شجرة العائلة، معرفة الأعراض متى بدأت، ينحط تحت أي يعني إدراك وممكن التعامل معه. فأنا أنصح الأخ بالتوجه للمستشفى المرجعي كلام جميل. وعدم سبحان الله يعني يعني ما هو كسل، لكن عملية إنه بالفعل لازم نهتم، لأنه بالفعل سبحان الله هي الخطورة بعد. يعني ما علي أنا كسلت، لكن إحنا نفكر إنه هنالك في جيل جاي ما كان قراره بإيده، لا، كان القرار بالوالدين بإيد الوالدين، ولكن سبحان الله بأسباب معينة سبحان الله إحنا يعني تركنا هذا الجانب. في عوائل بارك الله فيك. أعداد كاملة في عائلة مصابة، وهذه مأساة اجتماعية عليهم يعني الله يعينهم عز وجل، لكن الحمد لله رب العالمين. نرجع مرة ثانية أختنا المتصلة الكريمة، لما نقول على الأنيميا
تعريف الأنيميا إيش رأيك أخوي دكتور مسلم؟ نعم. وأنواع الأنيميا المكتسبة والوراثية. أساس كذا نبدأ بسيطة. هو عادة المصطلح الأنيميا مصطلح عام يطلق على نقص في كمية الهيموغلوبين في الإنسان. الأسباب عديدة بالنسبة للأنثى والذكر، ليهم محددات أساسية. أيوة. أرقام يعني معين. إحنا عندنا قراءاتنا في عمان حقيقة نتيجة دراسة قاموا بها الشباب في جامعة طنطا وصرنا نستخدمها حاليا. هذه الأنيميا. بالنسبة للمرأة أقل من 11.5 ولا نزلت؟ على عد علمي كذا لكن ربما تكون مختلفة، بس القراءات موجودة إحنا شوية. نستخدمها لا بصراحة دكتورة ما فرقت كثير عن اللي كنا نستخدمها سابقا للنسب العالمية. يعني أعطت خصوصية 14 مثلا يكون أو 12 مقبول يكون الرجال. النقطة الأخرى إن قد يكون نقص الحديد نتيجة نقص تغذوي بحت أو ربما عوامل متخصصة في امتصاص الحديد ونقلد، يعني في اسمه غير بس غير وراثي، بس يدخلها لا يدخلها جانب وراثي آخر. الله أكبر. عندما تكون العملية يعني حدثت نتيجة نقص كميات معينة ما لها علاقة بالخارج أو شيء كذا أو من ضمن تكوين إنزيمات معينة، هنا طبعا يدخلها عوامل وراثية. أيوة. اليوم أختي فن لا يوجد ظاهرة مرضية تورث معنا، ما شرط تظهر بعد الولادة وإنما تظهر بعدين. هذه الظاهرة المرضية لا يوجد ظاهرة مرضية ما لها مسببات جينية، سواء جين محذوف او جين مضاف كل شيء. او حتى تغيير في كل شيء. جزء من دكتور مسلم يعني سبحان الله ما في شيء مزمن حاليا الا كان متعدد المسببات. ايش رايك ليه استعداد وراثي العوامل البيئيه المحيطه؟ هذه النوع الثالث من الامراض الوراثيه. أيوة. هي امراض متعدده الاسباب مثل ما تفضلتي، او التفاعل بين المكون الداخلي والبيئي. الله يرضى عليك. هذه ممكن تغير اشياء كثير. وسبحان الله سبحان الله يعني جسم الانسان دائما يكون اكثر الاسباب هذه، انه هو يكون تستعد جينيا. نعم. وتجي الأسباب المحيطة سبحان الله يعني تنعكس تظهر. تظهر. لذلك احنا في التقنيات الحديثة ما يسمى بالكشف المبكر. أنا أمراض كثيرة. يعني مثلا عندنا مرض الهانتينغتون اللي هو أنت تحبه هذا هانتينغتون لأن مسلم تعرف ليش؟ لأن هذا احنا شغالين فيه وعندنا عوائل مصابة كثيرة. واضح شغلكم واضح الله يرضى. اكتشافه مبكرا ممكن يأجل ظهور الأعراض وبالتالي جودة الحياة عند ما تبدأ تنهار من 35 لا تبدا تنهار مثلا من 60 55 وهكذا. كذلك في عده ظواهر كثيره ما فقط هانتينغتون ممكن تشافها مبكرا، مثل التكيس الكلى. تكيس الكلى عند العائله بالضبط. فعند وهذا من الامراض الصعبه وهو طيب. وراثي جدا سبحان الله. والغريب ان 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 ان, إن الدومينانت احسن من الريسيسيف. سبحان الله. ناخذ المكالمه طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام دكتورة. حياك الله. مساء الخير. مساء النور. الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. برنامجكم ناجح يعني ممتاز إن شاء الله. الله يخليكم شكرا جزيلا. الله. وناجح بيكم الله يرضى عنكم إن شاء الله. الله يخليك دكتورة. دكتورة كما تفضل الدكتور العزيز في شو هذا الأنيميا المنقلية. أيوة. في أنيميا الفولية يعني فينا يعني كتقول يعني أنا أشوف أحد الناس فوليات ما يأكلوا. إيه هذا G6PD. هذا نسميه نقص الخميرة. نقص الخميرة هذا الفولية. فهذا يعني طبعا يريد استفسار من الدكتور يعني. إن شاء الله أخوي الكريم. بالضبط. ونفس الشيء كما قال الأخت العزيزة اللي قبل المكالمة. الزواج يعني من الأهل هل هو يعني كتقولي في حامين أمراض الناس يعني الشياب الأوليين اللي كان أول ماشي ترى أول أطباء أو شيء كذا يعني هل هو الوراثي من الشياب الأوليين الماضيين يعني وراثي؟ بارك الله فيك أخوي الكريم. يعني تقول الجدود يعني القديمين يعني هذا اللي تمام أخوي الكريم بإذنه تعالى بنغطي هذه النقطة إن شاء الله. تسلم وأنا أتابعكم إن شاء الله نهاية الحلقة. تسلم الله يخليك شكرا جزيلا الله يخليك. أحسنت أخواني وأخواتي فاصل نرجع بإذن الله. للتواصل مع برنامج صحتنا الاتصال على هاتف رقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233.
أخواني وأخواتي حياكم الله عز وجل، ونبدأ مرة ثانية ونتكلم عن أمراض الدم الوراثية. أخويا قبل أن نطلع بالفاصل، أحد من الأخوان الكرام جزاه الله ألف خير قال دكتورة قبل هل كانوا جدودنا خالين من هذه المرضات؟ وعلى فكرة هي تنطلق يعني تنطبق على أمراض الدم الوراثية وأغلبية المرضات المزمنة. كم من الناس يقولون يعني قبل جدودنا ما كان عندهم سكري، ما كان عندهم السكتات الدماغية، السكتات القلبية مثلا، الضغط، أمراض الدم الوراثية. رأيك؟ وبقول تأكيد طبعا غير خالين، هي أكيد كانت موجودة، لأن ما ينطبق حاليا لم يتغير على مرور السنين. وجود شخص حامل للمرض مع وجود شخص حامل للمرض هناك نسبة واحد من كل أربعة، ربما هذه النسبة لم تتحقق خلال عدة ولادات، يعني جميع الولادات التي ولدوا كانت من ضمن الخمسة لم تكن من ضمن 25%. بس في مش في نقطة طبيعي، يعني الجين المعطوب يمر من جيل إلى جيل من جيل إلى جيل ويكون في ضعف، وبالتالي يأتي في مرحلة المراحل أن يقوى أو يلتقي بجين آخر. إحنا كل واحد فينا يحمل عدد معين من الجينات طبيعية معطوبة، 6 إلى 8 جينات معطوبة. الجينات هذه لن تقوم بفعل لأنها فعلا مثبطة وغير قائم بالوظيفة، ولكن الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، وبالتالي انتقال الصفة هذه ما راح توصل لمرحلة ظاهرة مرضية إلا لما تلتقي بنفس الجينات الضعيفة كثير. نقطة أخرى، أمراض الدم الوراثية من الأمراض المتنحية، أي لا يشترط أن يكون فيها من الأقارب، لا، وإنما أي شخص حامل من أي مكان، وبالتالي زواج غير الأقارب لا يعني متنحي ناقص. السلام يعني عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا دكتور؟ الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. بارك الله فيك. سلام، كيف الحال؟ أهلا سلام. أهلا سلام. كيف الحال؟ إيش أخبارك؟ طيب. الله يسلمك أخوي الكريم. لا عجها السعدي من ولاية جعلان اللي هو عليك. حياك الله، الله يرضى عنك. حياك الله. تفضل. الحمد لله. تفضل. حياك. الله يسلمك. دكتور الله يسلمك. أنا عندي بنات في غدة. تمام. أيوه. عندي بنات سنتين، واحدة عمرها تقريبا 6 سنوات أو 10 سنوات. والثانية عمرها 2. أها سنتين، الله يشافيهن. أي نوع من الغدد الله يرضى عنك؟ الغدة الدرقية اللي في الرقبة الحلق اللي برا داخلي اللي في رقبة؟ لا أيوة غير واحد في رقبة، هي داخل في الهرمونات على ما أها. بارك الله فيك. إنزين. أها. أيوة. الطفل بيجي وتقريبا عندنا طفلة في الولادة. أيوة. يبي بحثة بعد 10 أيام. تمام. يقول لي بحثة يا غدة من ناحية الوراثة. ماشي عندي وراثة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عندي أولاد ربعة أمورهم طيبة أشياء فيها الحمد لله رب العالمين. بس البنات، البنات هذه واحدة عمرها 10 سنوات وواحدة عمرها 2، والنورة تستعمل تقريبا 50 جرام 50 ملي. تمام أخوي الكريم. والثاني نفس الشيء 50 ملي. تمام. 25 25. أيوة أقل أتابع العلاج في مستشفى طور معي. بارك الله فيك. معاك الله يرضى عنك. تمام. أيوة أتابع مستشفى طور. ومن ناحية البنت العودة اللي عمرها 9 سنوات عندها ارتباك مرات يصير في الجسم. عدها العفو. ايش اخوي ما سمعتناك؟ ايش ارتباك؟ ارتباك في الجسم. ارتباك نبضي. اه نفضه زي النبضه. اها تمام. أيوه. ايش قالوا لكم الاسباب؟ والله الاسباب قصدك الغده اللي فين؟ تمام. اسباب الغده بس هي اللي تسبب المشاكل. بارك الله فيك. انزين. بغيت استفسار عن الغده، كيف ترتيبها؟ هل انتظم بالحبوب؟ الله أرجوك لازم ترتبط تنتظم. شوف اللهم صل على سيدنا محمد، أنت عندك 3 بنات الله يحفظ لك إياهن، اللي عمرها 10 سنوات تاخذ 100 حبتين اللي هي 100، واللي عمرها 2 تاخذ 50. تمام. والحمد لله والشكر من ولادتهن لحد الحين نموهن طبيعي وما عندهن أي مشكلة. صح. بس العود عندي ارتباك. العود اللي هي عمرها 9 سنوات. صح. 9 سنوات. أيوة. وهذه ما تاخذ، أنت اللي فهمت منك ما تاخذ حبوب الثيروكسين؟ صح. نعم. ما تأخذ. أيوه. إنزين الحين أنا أريدك تركز على 2 الله يحفظهن ويشافيهن بإذنه تعالى، اللي يأخذن تعويض الثيروكسين، أحسن نسميه تعويض. أنت لما تعوض شيء معناته أن الجسم بيظل محتاجنا، فأرجوك ما توقف أبدا أن تعطيهن الثيروكسين، بس ضرورة المتابعة مع المؤسسة الصحية. يعتمد عليهم هل كل 3 شهور أو كل 6 شهور، هل سنة؟ هذا يعتمد على الفحص اللي هم عاملين، هم يعملوا. أيوه. دكتور بعد 3 شهور ما ياخذوا معي فحص دم يشوفوا نسبه بارك بارك اذا كان نصل اذا كان نقص فحص الدم. لا اذا كان كان يا اخوي الله يرضى عنك يعملوا اللي هو يسموه ثايرويد فانكشن تيست، اللي هو فحص وظائف الغده الثايرويد. بجيب هذا الموضوع مره ثانيه ان شاء الله على اساس نفرد اسباب الغده اللي صارت معي انا معي وراثه. تمام. بارك الله فيك. كمان بنذكر هذا الموضوع. شوف الامراض الوراثه مشي معي
زين. حتى شوف. الغدة اليوم صارت منتشرة بعمان موجودة. الغدة الدرقية كثير منتشرة سبحان الله. موجودة منتشرة بعمان. وأكثر في النساء عن الرجال سبحان الله، لكن هي متعددة الأسباب الله يرضى عنك. ممكن سبب ممكن نوع من الأمراض الغدة الدرقية لي استعداد وراثي، لكن كذلك مرتبطة بالبيئة، نقص اليود، أسباب كثيرة الله يرضى عنك يعني اللي يصاب. لكن الرسالة السريعة إنه تكمل العلاج وما يوقفوا بإذن الله، وهم المتابعة المستمرة وينقصوا ويزيدوا الدواء بناء على فحص مثل ما خبرتك. أنا قلت أختر بحاضر بفصل الحبوب عن اللي أنا ناوي أشوفه. لا 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 أخوي الكريم، أنت ما تأخذ حبوب حاليا، أنت تأخذ تعويض الثايروكسين مثل كأنه أنسولين المريض السكري، هو يأخذه كتعويض، ما يأخذه يعني علاج تعويضي. في الثايروكسين أرجوك ما توقف، لأنه بالفعل أنت بتضرهن، لأنهن بإذنه تعالى الحين في طور النمو، جسمهم محتاج الثيروكسين، لأن الثيروكسين من الهرمونات سبحان الله اللي مسؤولة عن نمو الإنسان. فالثنتين الله يحفظهن لعمرها سنتين واللي عمرها 10 سنوات محتاجاتنا، وشافاهن وعافاهن رب العالمين إن شاء الله، وبتشوفهن حريم وبيت زوجن وبيجيبن أولاد وما عدنا. أبغى أعطيك الاسم كامل والله شيء، بس شوفي توصيل المستشفيات والله شيء. والله ما يحتاج توصية الله يرضى عنك، متفانين كل اللي موجودين ما شاء الله عليهم متفانين في هذا المجال، وشافاهن وعافاهن رب العالمين، والسلام عليكم فأمان الكريم. طيب نرجع أخوي الكريم وناخذ موضوع الجي 6 بي دي كمان، تفضل. نعم، نقص الخميرة إحنا في عمان ما نعاني منه كمشكلة كبيرة، ولكن هذا لا يمنع طبعاً إن في الأطفال الذكور بالذات حديثي الولادة ممكن يصابوا بأزمة كثيرة بعد الولادة إن لم يكن في معرفة لطبيعة فحص الأب والأم، وبالتالي المراقبة الدورية لموضوع تكسر خلايا الدم الحاد اللي قد يؤدي إلى يوصل مرحلة عملية ما يسمى بالتبديل الدم، أو حتى العلاج بالإضاءة أو بالسوائل، ومن ثم ينحط تحت برنامج معين لفترة يعني ما تكون طول العمر في غالب الأحيان، وذلك لطبيعة المكون الجيني للجي 6 بي دي هنا في عمان يختلف عن دول ثانية. نأخذ مكالمات ونرجع كثير يعني ما عليه في ردات فعل الناس فترات تزعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر، تفضل. أخوي عفوا في تردد في الصوت الله يرضى عنك، شوي تتحرك مكان ثاني. عفوا أيوة، نأخذ المكالمة الثانية عساس ضيفنا نعطيه فرصة يجاوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور، كيف حالك؟ الحمد لله بنعمة أخوي الكريم، تفضل. يعطيكم العافية على هالبرنامج. اللهم آمين، وأنت كذلك إن شاء الله، تفضل. حسناتكم إن شاء الله. اللهم آمين، هذا المطلوب والله وربي أعلم، تفضل أخوي الكريم. آمين إن شاء الله. اللهم. دكتور أنا عندي ولد وبنت. أيوة. البنت من أول ما ولدت عندها الغدة. الغدة الدرقية طبعًا. تمام. والولد أكمل بعد ما أكمل 13 سنة، يمكن قبل 4 شهور بدت عند الغدة نفس السالفة. 14 سنة عمره. 13 تقريباً. تمام، الله يخلي لك إياه بإذنه تعالى. إنزين. آمين. اللهم آمين. فهم الآن يستخدموا ثيروكسين. سؤالي الأول للدكتور، هل الغدة الدرقية علاج آخر غير الثيروكسين؟ تمام، وانا اقول انا اقول لك بدل عن دكتور ما في الا الثايروكسين، لانه تعويضي. فاتمنى ان الكل يسمع هذه الرساله، انه ضروره باذنه تعالى التزام باعطائه للمصاب يوميا ان شاء الله. يعني طول عمر هذا المريض استمر على هذا باذن الله، لكن مثل ما خبرت اخونا المتصل السابق لازم في متابعه دوريه منتظمه. لا احنا متابعه، احنا على متابعه ممكن يقل يومية. ممكن يقل باذنه تعالى يعني كميه الجرعه، لكن انه يوقف سبحان الله، يعني ما في عند الله شيء اسمه لا. اكيد باذن الله، وشافاهم وعافاهم رب العالمين اخوي الكريم. تسلم. السؤال الثاني، الطفل هذا اللي اصابه بعد 13 سنه، ايوه، هو قد يكون وراثي، لكن ممكن يعني الوراثي بعد هذا السن يعني طول هالفترة ما كان عنده بعد هذا السن يأتي المرض؟ تمام، بارك الله فيك، اللي هي الغدة الدرقية. أيوة. سؤال الثالث عذرا على طوله، في الإنجاب نفس الشيء. أيوة. أنا يعني أنا شخص وعندي 4 أولاد لله الحمد. الحمد لله. بعد الأربعة بعد البنت الأخيرة صار عندي عدم الإنجاب، وفحصت في كذا مستشفى فكان يقولوا لي شو اسمه؟ وراثي. ما عندك مشكلة؟ هل ممكن؟ لا أنا الحمد لله ما عندي شيء، لا ضغط لا سكر، الحمد ما لله. طيب دقيقة، الطفل الرابع ما شاء الله لا قوة الله بالله العلي العظيم، كم عمره؟ هي البنت
بنت عمرها الحين ما يقارب 9 أو 8 سنوات. 8 سنوات معناته عقم ثانوي هذا يسموه أخوي الكريم. ولي فحوصات لي فحوصات من ضمن الأسباب كمان ممكن يكون الغدة الدرقية، اضطراب الغدة الدرقية. معك فحصوا على الغدة الدرقية مالك؟ أنا ما فحصت صراحة. إذن ليش ما تفحص ما شاء الله مدام طفلين؟ رغم أني دكتور أكثر من مستشفى، يعني أنا فحصت يمكن في 3 مستشفيات. بس على فكرة هي أيوة. والرابع فحصت كنت في إيران، فردوا علي قالوا له هذا شيء وراثي. آه سبحان الله، ما هو وراثي، وراثي اللي هو العقم الثانوي ما هو وراثي الله يرضى عنك، لكن ممكن أنه يتردد في العائلة، يعني يستوي في العائلة كثير. تبي نصيحتي بإذنه تعالى بكرة بإذن الله تلجأ لأقرب مؤسسة يسووا لك فحوصات شاملة من ضمنها فحص الغدة الدرقية، وأنت يعني قريب من بيتك بإذنه تعالى، ويطلع الفحص وبإذن الله عز وجل تنحد مشكلة إن شاء الله. تسلم. اللهم آمين. شكرا. الله يخليك. أحسن. الله يخليك. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله دكتورة. وعليك السلام أخويا ورحمة الله وبركاته. دكتورة عندي سؤال بالنسبة للمتلازمة الداون. أيوة. هل هذه تكون وراثيا؟ لأنه أنا تقريبا الحمد لله 7 أشخاص. أيوة. أمورهم طيبة. الحمد لله. الحمد لكن لله. لكن تفاجأت بالطفل الأخير. أها. إنه عنده متلازمة الداون. يعني هو ما بالتأثير الكبير يعني الكثير، والحمد لله أموره طيبة. الله أكبر. الحمد لله. ولكن هل إنه هذا يستمر معه وما هي الأسباب؟ بارك الله فيك. لا نحكم لأن الأسباب بيدين الله سبحانه وتعالى، لكن تأخذ بالأسباب. الله أكبر. فما هي الأسباب تقريبا من وجهة نظر الدكتور يعني؟ إن شاء الله أخوي الكريم. ما شاء الله كم عمره الطفل؟ الطفل عمره الآن 6 سنوات. ما شاء الله لا قوة. لكن الحمد لله يعني أمورة طيبة. وبدأ يعني أموره طيبة. ما عنده مشاكل في القلب؟ ما عنده. ما عنده. إحنا سوينا فحوصات في الأشهر الأولى. الحمد لله والشكر. وأموره طيبة من ناحية القلب وكذا. الحمد لله. دقات القلب وهذا أموره طيبة. الحمد لله يعني. الحمد لله. وبيكون. إصابته يعني ما إنه الحمد لله نشكر الله عز وجل. الله. إصابته ما في تأثير قوي يعني. بإذن الله. لكن نتساءل هل دور وراثة في دور في الوراثة أيضا جزء نوع منهم، نوع من الأطفال اللي عندهم متلازمة الداون ليها يعني الدور وراثي. إن شاء الله زميلي دكتور مسلم بيغطي هذا الموضوع، وما شاء الله عز وجل بيكون لكم مثل اللي أنتم تتمنوه، وجزاكم الله ألف خير. بارك الله فيك. وفيك بارك الله عز وجل. نوقف المكالمات يا أستاذ مانع. يلا دكتور أخويا معلي شوية الدراجيو شوية على الداون. إيش رأيك نكمل فقط نقص الخمير، وبالتالي نقص الخمير يعني ينحط ضمن برنامج معين يجب اتباع، لأن الأزمات نقص الخميرة وبرغم قلتها إلى أنها شديدة الخطورة. طيب نروح على المتلازمة الداون. طبعا السؤال كان عن السبب. لا الله يرضى عنك ذكرتني بالنسبة للخميرة G6PD. ايه؟ واحد من الأخوان قال إيش نمنع. نعم هو في قائمة من الأدوية هذه حلو. أولا موجودة بعضهم مضادات حيوية، بعضهم مضادات الملاريا والأدوية شو اسمه يعني معروفة وقائمة، وتبدأ بالترتيب في الأشد والأكل. طبعا هو الفول مكونات هذه لأنها هي من تنتج المادة المؤكسدة. بس بشرهم أنت قولهم إحنا شوية أقل معانا جدا أقل، ولذلك حتى لما يبلغ الطفل نفس الذكر بالذات يعني عادة لما يبلغ 11 أو 15 سنة يعني يرجع تماما مثل ما كان ويأكل ياكل اللي يريده، ولم تردني حالة حقيقة بعد هذا العمر حدوث هذه الأزمة. يا بختهم إن أنت موجود التابع. زين بقولك على شيء بالنسبة للحنة. نعم يعني في مادة هو القضية إيش؟ القضية إن الخلية الحمراء لما تمر بأوضاع معينة تدفع يعني عوامل أكسدة خارجية تحافظ على ليونتها بحيث إن الغلاف يكون يعني لين كذا حتى لو تعرض العوامل هي الالتهاب الشديد مثلا أو الجفاف أو تعرض لأدوية معينة. هناك في سلسلة طويلة من الأنزيمات يعني تنتهي في النهاية اللي يسموها الجلوتاثيون ريدكشن هذه، فهذه العوامل المؤكسدة اللي تجي من الخارج تقضي على هذا الشيء، وبالتالي لن يكون في مقدور الخلية المحافظة على ليونتها وقدار فتنكسر. لما تنكسر طبعا يطلع المادة الصفراء وتحدث السلبيات المتوقعة. هذه الأدوية أو الأكل هذا اللي احنا نتكلم عن الفول بالذات مكون الفول أو مكونات فول الصويا حتى يعني مثلا بعض الأكل المصنع اللي هي البيتزا وغيره يعني الأشياء هذه يكون فيها يعني كمية من فول الصويا، معقول أحيانا لو زادت ممكن تؤدي لهذا الشيء. لكن أرجع وأقول يا جماعة الخير إحنا نطلق عليه إنه يكاد يكون مرض ولا ومش حاطينه في الأولوية في عمان بالذات، وذلك لمكون الدم الرئيسي في عمان هنا أقل بكثير من دول أخرى. يعني مثلا في بعض الدول الأخرى لمجرد إنه فقط يعني يعبر حقل الفول. أيوة لا ما يعني ما يأكل تكسير الدم على طول وأزمات شديدة.
احنا ما عندنا هذه المشكله، وعلى سن معين 15 سنه بالكثير يبدا خلاص يبدا يعيد حياته بشكل طبيعي وياكل اللي يريده بما فيها الفول. الله اكبر. تمام، نرجع لاخونا المتصل الكريم ما شاء الله اللي عنده متلازمه الداون. نعم، متلازمه الداون هو يبحث عن الاسباب. هو حقيقه طبعا التقنيات الحديثه ادت حددت منطقه معينه في الكروموسوم هذا اللي هو يزيد. احنا نعرف انه يكون في كروموسوم زايد، وهذه المنطقه بتحديدها وتحديد الجينات اللي فيها ان شاء الله مبشر ممكن التعامل معها مستقبلا بالعلاج الجيني اللي احنا ننتظر ان شاء الله. هذا الجميل اللي احنا ننتظره في كل مجال يعني. لكن ما في اسباب، بمعنى ان ولاده الطفل مصاب متلازمه داون احتماليه ان يولد طفل مصاب بنفس المتلازمه في نفس العائله لا تتعدى 5% من 10%. يعني بتكون 1.5 اكثر من المستوى الطبيعي، وبالتالي لا نعتبر عامل وراثي. يعني ما نعتبر ان العائله هذه مهيئه، انما كل ولاده في مجتمعنا معرض بنسبه 1% وقل ان يكون يولد طفل مصاب متلازمه داون. القضيه هي عدم قدره البروتينات على انفصال الخليه يعني، وهذه اسبابها كثيره. حقيقه زمان كان يربط بعمر الام، بس هذا غير صحيح. بروتينات ضعيفه ممكن تكون نتيجه التغذيه السيئه، ممكن تكون نتيجه الاجواء، تفاعلات معينه. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، وما أحلاهم وما أجملهم. سبحان الله. بالفعل. ندخل مرة ثانية أخوي الكريم، وبالنسبة اتصالات كثيرة جاء الدكتور مسلم بالنسبة للغدة الدرقية. الرسالة كانت أنه بإذنه تعالى الاستمرار في أخذ العلاج والمتابعة بلا شك دائما. بلا شك. والكونجنتال هايبوثايرويدزم هذه مشكلة قد تكون ايزوليتد وحدها أو قد تكون مرتبطة بمتلازمة معينة. ومن يقرر هذا شو يحدده؟ أول طبيب تم اكتشافه. ولذلك في السلطنة احنا من أوائل الدول اللي طبقنا نظام فحص سكرينينج أثناء الولادة يؤخذ. سبحان الله. التأخر بس أثني على كلامي موضوع الثايروكسين دكتورة، التأخر في بداية الثايروكسين يولد تأخر ذهني حاد جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. معش مع نفس المتصل مع متلازمة الداون إن شاء الله. حياكم. بغيت أعقب للدكتور، هل أولاد القادمين يعني يكون أيضا معرضين لإصابة بالمتلازمة الداون بعد المولود الأخير؟ بارك الله فيك. أم هو يتوقف ويتحكم على شيء معين من فهم أخوي؟ فاهمة اللي هي هل في فرصة مثلا رسم شجرة لأن بعض الأطباء نحن جلسنا معهم فقالوا أنه يجوز أن الولادة القادمة الأولاد القادمين الأطفال القادمين يكون يمكن أكثر عرضة للإصابة أيضا ما دام ظهرت عندكم هذه. تمام أخوي الكريم، لكن شوية احنا بنصحح بعض من هذا الكلام بإذنه تعالى. الدكتور انت بس اسمع ان شاء الله بعد هذه المكالمة على طول بنتداخل معك. تسلم وبارك الله فيك بإذنه تعالى. تفضل. طبعا قلنا تكرار نفس الحالة، ولادة طفل مصاب بمتلازمة عائلة اللي هي اوريدي عندهم طفل مصاب بنفس المتلازمة لن تزيد عن 5% من 10%. يعني بشكل عام هي 1%، فعندهم رتصير 1.5%، فلا تكاد تكون يعني مشكلة. ولكن القضية هي إن البروتينات اللي عند الأم المسؤولة عن انفصال الكروموسومات ضعيفة، وبالتالي الضعف هذا راح يكون موجود. يعني في فحوصات الله يرضى عنك يعني إذا بتخلينا أنوه عنها إنه هو سبحان الله أثناء فترة الحمل، خاصة الفترة الأولى من فترة الحمل، ممكن يؤخذ سائل سبحان الله من رحم من الأمنيوني، السائل الأمنيوني الفحص، لكن بعد ذلك سبحان الله هي عملية استمرار الرحم. أتوقع أن نسكر موضوع متلازمة الداون ونرجع أخوي الكريم بالنسبة لأمراض الدم الوراثية. أبي رسائل أخوي الكريم دكتور مسلم خلال دقيقتين، إيش أهم رسائل تحصل ما قبل الزواج؟ أهم الرسائل إحنا ما نقدر نتعامل مع أمراض الدم الوراثية إلا بالفحص قبل الإقدام على الزواج، لأن الزواج هو الوسيلة الوحيدة لولادة الطفل مصاب من شخصين حاملين، وبالتالي الفحص قبل ذلك في أي مرحلة من مراحل العمرية. يعني أنا بالمناسبة إحنا يعني حاسين بسعادة كثيرة على إقدام ناس كثير ذاتيا للإجراء الفحص لما رأوه من يعني من حالات كثيرة. هو فحص سهل، ما هو يعني مجرد دم يؤخذ وسبحان الله. يعني يكفي الآلام اللي تصاب بها الأطفال، يكفي إن تقريبا نسبة كبيرة من المصاريف التي تصرف على طوارئ المستشفيات يعني من أمراض الدم الوراثية متواجدة معنا دكتور مسلم نسبة عالية، وبالتالي الأمر الحين متوفر. الحين عندنا التقنيات ما يسمى بالمولوكيولر جينيتكس أناليسز، هذه تساعدنا كثير لما يكون الفحص المبدئي غير واضح. يعني احنا نبغى نوصل لدقة بحيث لما تعطى المعلومة يبنى عليها قرار مستقبلي مهم. بارك الله فيك. وبالتالي أنصح ويكون جاي في وقت مناسب. بالضبط، أنصح مبدئيا أي حد مقبل على هذا الشيء يقوم بالفحص هذا أولا. الشخص اللي سمع في تاريخ أسرته من أي طرف الله أكبر إن عندهم هذه المواصفات يقوم بالفحص. أي والله. غير متعب،
غير مؤلم غير يعني، والحمد لله رب العالمين احنا في خير ونعمة. إلا زيارة واحدة لأخذ الفحص، زيارة أخرى بإذن الله لتلقي النتائج. ما نهدف إليه هو الحد من ولادة طفل آخر مصاب. الله أكبر. هذا اللي نقدر نسويه، وإن شاء الله احنا يعني مستعدين للخدمة والتعامل مع المصابين بإذن الله تعالى. مثل ما قلت أخوي الدكتور مسلم، العلاج موجود، سواء العلاج المعالج للأعراض بإذن الله تعالى، أو بإذن الله تعالى الوقائي الذي يحد من عدد الله. هو أهم شيء في نظري، أهم شيء. نعم. تسلم أخوي الكريم دكتور مسلم. إخواني تقبلوا اعتذاري، اللي اتصلوا وتأخرت في الرد أو اللي اتصلوا ما جاوبنا اعذروني، الله يرضى عنكم. تجاوبكم في هذا البرنامج كثير يثريني وكثير يفرحني، وأنا متشكرة كثير صراحة على الثناء. دكتور مسلم بارك الله فيك وشكرا جزيلا. شكرا دكتورة على إتاحة هذه الفرصة، وهذا منبرنا الوحيد حقيقة للوصول للمجتمع لبيان أهمية هذه الأمراض والتوعية منها، ونتمنى إن شاء الله يكون بيننا تواصل أكثر. وشكرا بإذن جزيلا تعالى. إذن بإذن الله الأسبوع الجاي بيكون ألم العضلات. وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتنا برنامج أسبوعي يدعوكم للتعرف على زوايا صحية والوقوف عليها والوقاية من أضرار